اليوم طوفان الأقصى، هل ترى بأن ما حصل من عملية هالقد كبيرة هي ليست عملية عفوية، هي عملية محضرة، صح؟ يعني هل فتحت الحرب على إسرائيل؟ هل فتح هذا المحور الحرب على إسرائيل بهذه الطريقة؟ يعني تنعرف شو بدها تعمل إسرائيل، أنت وأنا مش بموقع نقدر مظبوط شو ممكن تعمل إسرائيل، بس يلي مقدر اللي لازم نقدره مظبوط أنه الرد على إسرائيل واحتلالها الأراضي السورية، كل الأراضي الفلسطينية والسورية، هو المقاومة، هو الرد الحقيقي. يعني حروب الجيوش لا تستطيع تحرير الأراضي المحتلة العربية المحتلة، وحدها المقاومة قادرة أنه تضغط بشكل أنه تجبر إسرائيل أن تنسحب من الأراضي العربية المحتلة. هذا المبدأ. هلأ هذه العملية أنا برأيي هي من أكبر العمليات التي تمت حتى الآن، خلينا نقول منذ 2000، لأنه العمليات التي تمت عليها حزب الله ضد إسرائيل من لبنان كانت عمليات كبيرة يعني، وحرب 2006 كانت حرب أنهت فكرة أنه إسرائيل فيها تلغي أو تنهي حزب الله، وبالتالي توقفت من 2006 حتى اليوم ما في حرب بين لبنان وإسرائيل. هلأ أنا ذات المقارنة بقول هذه العملية قد تشكل بشكل نهائي أنه إسرائيل تفهم أنه ما بتقدر تخلي غزة محاصرة وتترك الضفة محاصرة، وأنه ما يصير في دولة فلسطينية عن حق، يعني دولة فلسطينية يلي بتقوم من غزة ضفة وغزة وطبعا في القدس. أنا برأيي هالقد هذه العملية فيها تفتح أفق، وأنا بعتقد إسرائيل رح تجرب بوسائلها التقليدية، يعني الطيران بلشوا لكن بلش الطيران الإسرائيلي عم يضرب قطاع غزة، أكيد رح يضرب بقوة، وأكيد حماس ومعها كل غزة يأخذين احتياطات قبل ما يعملوا العملية. يعني أنا بعرف تماما كيفية عمل حماس، وبالتالي يأخذين الاحتياطات اللازمة ومنتظرين الضرب ضرب الطيران. أنا برأيي الطيران رح يضرب بقوة صحيح، ولكن قادرة حتى تحت ضرب الطيران قادرة حماس ترد بالصواريخ، وبالتالي نحن أمام عملية كبيرة نتائجها أكيد رح تكون كبيرة. هلأ مديها قديش رح يكون هيدا رح تتوسع قصدك؟ ايه طبعا هيدي حضرتك. وأنا يعني بدي أقول لك حديث هلأ كل العمليات بين إسرائيل وغزة كانت الجبهة اللبنانية على حدة يعني قام. وأنا بعتقد هذا الفصل جيد سيبقى هذا الفصل، لأنه اليوم في كلام أنه عن هذا الفصل لن يبقى، يعني ممكن على الأقل أنه ممكن أنه حسب تطورك كل شيء بهيك أمور. أنا بعرف كيف من الجهة العسكريين بيدرسوا مدى التطور ومدى الأهداف. نعم. وبالتالي أنا بتصوري بدنا ننتظر 48 ساعة. أنا بعتقد هذه العملية بدها يومين ثلاثة تتبين وين مديها، إلى أين ستصل وحجم الامتداد تبعها. أنا مع استمرار هذه الحرب، فصل الجبهات عن بعضها، لأنه هذا الفصل يساعد جدا على ضغط المقاومة على إسرائيل. يعني إذا في اليوم عملية كبيرة بحجم يلي هلأ عم ناخد معلومات عنها بهذا الحجم، هذا عملية لن تنتهي خلال يومين ثلاثة. هذه عملية أتوقع أنه تستمر أيام على الأقل، وأنه هذه العملية لها
نتائجه بكرة هتشوفي بكرة يعني ايه بالمدى المطول اليومين هتشوفي انه هيصير في تدخل كبير يلي بأهل بالمنطقة لتوظيف هذه العملية. يعني في أكيد حزب الله عنده خبرة كبيرة في كيفية توظيف هيك حالات، وأكيد إسرائيل ما فيها تفتح أكثر من جبهة عليها في هذه المعركة. وبالتالي أنا بعتقد في اليوم بين حزب الله صحيح هي بين غزة وإسرائيل، ولكن حسابات حزب الله حسابات دقيقة، وإسرائيل استبعد تماما أنه تقدر تفتح جبهتين غزة ولبنان. نعم نعم. طيب عم تقول حضرتك أنه هذه العملية بدنا نشوف قديش بدها تتسع، ولكنها حتما رح تفتح باب على حق الفلسطينيين بدولة بدولة، وعلى عدم محاصرة قطاع غزة والضفة، ولا حق بالقدس. أنا بتابع شوي هيدا، بس هيدا هل يعني هذا الكلام أنه يعني يتماشى ويندرج ضمن سياق الكلام عن حل الدولتين في المنطقة يلي حكيه ولي العهد محمد بن سلمان شرط أساسي للتطبيع مع إسرائيل، أم أنه ما يحصل اليوم عكس تماما هو رسالة إلى من يؤيد التطبيع مع إسرائيل في المنطقة لمصلحة فتح جبهات على إسرائيل لمنع التطبيع؟ شوفي، عند الفلسطينيين في عدة قوة وعدة مخططات لمواجهة إسرائيل، وعند الإسرائيليين كمان في عدة أطراف، ومش بالضروري تكون متفاهمة بين بعضها. بكرة بتطلع أصوات إسرائيلية غير منتظرة، كما يمكن أنه نسمع أصوات فلسطينية غير منتظرة. أنا بتصوري لا حل، وهيدي هيدي رح تدفع باتجاه حل الدولتين، لأنه رح تفهم إسرائيل، لأنه يعني عم بعارض هالفكرة هو أوباما يلي أول واحد طرح هذا الموضوع وقامت القيامة عليه من قبل إسرائيل. اليوم أنا برأيي لا شك للسعودية دور آتن يعني بهالقضية. السعودية هي تمسك بالوضع وقادرة نوصل إلى الحكي بمسألة الدولتين، والحكي من جديد بأنه الضفة وغزة والقدس، على الأقل القدس الشرقية خلينا نقول، نعم، والقدس هذه الدولة يجب أن يعترف فيها قائمة، لأنه الحديث هلأ إسرائيل ما بتعترف بالقائم، بتقول السلطة الفلسطينية، ما بتقول الدولة الفلسطينية. صحيح. صح. أنا برأيي هكذا عملية ممكن تنقل إسرائيل، تضطر إسرائيل للانتقال من فكرة السلطة الفلسطينية إلى فكرة الدولة الفلسطينية، وهذا بيكون تحول كتير كبير.